نتكلم عن المحبة، عن الفرح، عن السلام، وهذا نعبر عنه جميعنا في حياتنا بالحوار المشترك وبقبول الواحد منا للآخر. هذا لا يعبر عنه لا بالعنف ولا بأي طريقة أخرى، بل بهذا الانفتاح المحب على الآخر وقبول الإنسان الآخر الذي هو أمامك. سؤال آخر. فلننبذ العنف وكل أشكاله ولنجلس إلى طاولة المحبة والحوار من أجل منفعة أنفسنا وبلادنا وشعبنا، ومن أجل سلامنا وسلام منطقتنا بأكملها.